أما في خط الوسط فسيعود النجم يوسف الثنيان. محمد لوك يمرر إلى الثنيان والثنيان والداود ومن يكسب الكرة الثنيان يكسبها. حلوة من يوسف الثنيان يحاول يعدي من صالح الداود ولا ما يعدي. هيا هيلا لوك لوك في العالية أن يسجل التعادل مع النصر. كرة مقطوعة يوسف الثنيان في حلو من يوسف عدى من اثنين بلعبة واحدة. ضغط على طول من جونيور أيضا على محمد. كرة إلى ثنيان معاه الحلوي خطم الحلوي على ثنيان والحلوي عنده بطاقة صفرة. إذا كان هذا الحلوي فالحمراء للداود ويوسف ثنيان ينفذ الخطأ الهلالي ومحاولة هلالية حلوة حلوة من كمبيوتر الفريق الهلالي. عدم القدرة الهلالية على صنع الهجمات حتى لا لا تزال موجودة. يوسف ثنيان يعدي إعاقة وخطأ لصالح يوسف. بقدر ما كانت متابعة الشريدة جيدة بقدر ما كانت تغطية الدفاع النصراوي غير جيدة. كرة لصالح يوسف ثنيان خطأ على جونيور حتى العتيبي خلصها تعود إلى يوسف ثنيان. محاولة هلالية لصنع هجمة يتباطأ في صنع يوسف ثنيان يلعبها إلى الكاتو. الكاتو مراقب الملعب لتغطية هجمة هلالية. يوسف ثنيان يتقدم وعرضي أمام المرمى إلى الكاتو. الكاتو يحاول وأيضا سجل حسين الشمري لكن بعض الأمور. أربع دقائق وقت بدل ضايع ويأمل في الاستفادة منها الخطأ في الثواني. توقع ثنيان يسدد ولا يمر كان ما بعد شيب وهو بيسدد. إن كان شيب فما أدري. وثنيان لا يمكن توقع ما يفعل. يلعب كرة أرضية تمر أمام المرمى. الله 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 نقول ثنيان لا يمكن توقع ما يفعل. غريبة عجيبة كرة القدم سجل ثنيان. تعطيها أسهم تعطيها أسهم وترفع أسهمه وكويس إني من لكن نقول للنصر رغم هالهدف الثاني انه قدم كل ما هو مطلوب. اما ثنيان فهو حالة شاذة في عالم كرة القدم شاذة تماما.